السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوران كنعان. بدنا نبلش نشرح بمساق جديد، هو تفاضل تكامل 2 أو مثل ما معروف بالجامعات كالكولاس 2. هذا المساق ما له صعب، بس فيه كتير حفظ وكتير تتبيع، يعني إنه أنا بهمل حالي اليوم بكرة ما بكون فهمانة، فلازم كتير تبع وكتير كون أول بأول مع الموضوع. تمام، حنبلش بمراجعة بعض التكاملات اللي نحن المفروض أخذناها بالكالكولس 1 بس نحن حنحتاجها. أول شيء عنا تكامل x to power n، هو x to power n plus 1 على n plus 1 plus c. تاني واحد عنا تكامل ax plus b to power n بتساوي ax plus b to power n plus 1 على a b n plus 1 plus c. نحن هون فرق عنا انه نحن ضربنا بامثال الx. ثالث شيء، إذا كان عنا تكامل واحد على x dx هيساوي ln القيمة المطلقة لل x plus c. الرابع، إذا كان عنا تكامل f يعني المشتقة موجودة بالبسط والاقتران موجود بالمقام، هذا بنحله لن القيمة المطلقة للاقتران. يعني هذا حنحط له مثال نفهمه شوي. يعني إذا كان عنا تكامل بالبسط 2x وبالمقام x تربيع، نحن بنلاحظ إنه x تربيع هي مشتقة ال 2x هي مشتقة ال x تربيع، فمنقول انه تكامله هو لن الاكس تربيع بلس سي. تمام. خمسة، اذا كان عندنا التكامل التابع الاسي اي تو باور اكس دي اكس، تكامله حيكون هي نفسها. اذا كان عندنا تكامل اي تو باور تابع خطي كامل بالاس ax plus b، حيكون عنا الاقتران e to power ax plus b على ال a. تمام، plus c هون دي x ما بننسى هون. سبعة، اذا كان عنا تكامل عدد to power x، تمام، بيساوي عنا العدد نفسه الاقتران نفسه على لن العدد. تمام، اذا كان عنا تكامل الساين الاكس والكوساين مثل ما هنن، ساين الاكس دي اكس بتصير ماينس كوساين الاكس بلس سي. اذا كانت عنا تكامل ساين A للإكس، يعني في عنا مو إكس لحالة، في عنا متغير جنبها، بتصير ماينس كوساين A X بلس C على A. طيب إذا كان عنا تكامل الكوساين، كوساين الإكس هي ساين الإكس بلس C، إذا كان عنا تكامل كوساين AX هي بتساوي ساين AX over A plus C. هدول أهم التكاملات اللي نحن لازم نكون مذاكرينهم. تمام، هلأ بدنا نبلش بأول موضوع بالكالكولس 2، هو الـ area between two curves، يعني مساحة شكل معين. تمام، مساحة between two curves يعني بتوين اقترانين.
هلا نحنا عنا حالتين، يا يكون الاقتران بالنسبة لمحور الإكسات، يا يكون الاقتران بالنسبة لمحور الوايات. تمام، بالنسبة لمحور الإكسات حيكون في عنا الاقتران محدود بين نقطتين الـ A والـ B، بالنسبة لمحور الوايات حيكون الاقتران محدود بين two values الـ C والـ D. يعني نحنا الرسمة اللي عنا ياها، يعني عنا اقتران بس الرسمة اللي نحنا بدنا نوجدها هي between من الـ C للـ D. الرسمة كمالتها فوق الـ D ما بتهمني وتحت الـ C ما بيهمني، وبنفس الشي بالنسبة للـ A والـ B. الرسمة لو الاقتران مكمل لبرا الـ A وبرا الـ B بس أنا ما حيكون بيهمني، أنا بدي أحسب between الـ A للـ B. تمام، القانون هون الـ area بتساوي تكامل من الـ A للـ B، لأنه أنا ما بيهمني خارجه. تمام، حيكون الأعلى فينا نحفظها بهالطريقة، اللي إجا فوق الأعلى ناقص الأدنى، يعني F الإكس ناقص G of X. تمام، طيب أحيانا ما بيكون عنا الرسمة موجودة، فنحن حنضطر أو ممكن نحن نرسم للرسمة، بس نحن من خلال شكل الاقتران نقدر نعرف المساحة من غير ما نرسم. فنحن بنقول الصغير ناقص الكبير إذا ما كنا بدنا نلجأ للرسمة لنلاقي الأريا. ممكن نحن نوجد الأريا من خلال القوانين، ناخد تكامل من الـ A للـ B الصغير ناقص الكبير. هلا القيم، طب كيف بدنا نعرف إذا ما كان عندنا رسمة؟ حتى لو كان عندنا رسمة ما بيكون واضحين الـ A والـ B، بناخدهم هدول من خلال مساواة الاقترانين، يعني نعمل F الـ X بتساوي الـ G الـ X، وبناخد القيم اللي حتجعلها صفر. حيتوضح هذا الشيء لقدام، يعني بالمسائل قدام، بس إنه نحنا بنقدر نعرف من غير ما نرسم الرسمة نقدر نعرف المساحة، وهذا الشيء بصراحة كتير أسهل، لأنه نحنا إذا بدنا نقعد نرسم الرسمة يمكن تكون رسمة شوي معقدة، فنحنا ما نقدر نعرف المساحة. تمام، هلا بالشكل الثاني حناخد الأريا. تمام، هلا ما في عنا أعلى وأدنى، فهون بناخد اليسار ناقص اليمين، اليسار ناقص اليمين اللي هي هون جي اوف واي هون اف اوف واي. تمام، ناخد تكامل جي اوف واي ماينس الاف اوف واي دي واي هون دي اكس. تمام، هلا حنحل اول مثال. هذا المثال بيحكي لنا انه بده اوجد المساحه الاريا بين تو كيرفز. الكيرفز الاول، الكيرف الاول عندنا يا اكس تربيع، والكيرف الثاني 6 ماينس اكس. هلا فينا نحن نرسم الرسمه وعن طريق نحل، وفينا نحل دايركت بدون الرسمه. هلا حنجرب نحل بدون رسمه وبعدين نرسم الرسمة ونشوف كيف، ما حيختلف الحل عنا. لو أخذنا التكامل الصغير ناقص الكبير، ستة ناقص إكس ناقص إكس تربيع. تمام، بدنا نعرف حدود التكامل من وين لوين. نحنا حنقول 6 ماينس إكس إيكوال إكس تربيع. تمام، ننقلهم بتصير إكس تربيع ماينس 6 بلس إكس إيكوال زيرو. تصير عنا إياها x plus 3 و x minus 2 equal 0 x equal minus 3 و 2. هي عنا إياها القيم، فمنروح ناخده minus 3 لل 2. تمام، فهلا منكامل مكاملة عادية ال 6 شو مكاملتها 6 x ناقص الإكس، إكس تربيع 2 ناقص إكس تكعيب على 3. من وين ناقص 3 للاثنين؟
هلأ هون عادي، بس إنه منعوض قيم الأول بالاقتران بيعطينا جواب رقم واحد، بلس قيم الثاني بالاقتران بيعطينا جواب رقم اثنين، والجواب هو الجواب النهائي، حيعطينا نحنا 125 على 6 وقت نعوض كل الاقتران، تمام؟ طب لو نحنا رسمناها لهالاقتران لحتى نشوف صحيح ولا لا، هي محور الاكس وهي محور الواي، تمام؟ رسمة الاكس تربيع عنا اياها هيك، تمام؟ رسمة الواي ايكوال اكس تربيع بدها تجي بهالشكل، فصار عنا الحدود الاقتران هيو، تجي عنا الاي هون والبي هون اللي هي ماينس 3 و2، نجي نحنا عادي من كامل الأعلى، هلأ هي إكس تربيع وهذا هذا 6 ماينس إكس وهذا الإكس تربيع. لو نحنا أخذنا الأعلى اللي هو 6 ماينس إكس على إكس تربيع اللي هو الأدنى، تمام؟ فبترجع ناخد الأعلى 6 ماينس إكس ناقص الأدنى إكس تربيع، تمام. هلأ ممكن حدا يحكي لي إنه هي لفوق صارت الإكس تربيع أعلى من الإكس، بس نحنا فعليا ما بيهمنا الرسمة برا الأ والبي، هاي نقطة واحدة لأنه هو هي ما انحد عنا بالأ والبي. تاني شي إنه نحنا خلص هاد اللي جمع الاقترانين سوا هاي المساحة اللي بيناتهم، فأنا هون ما باخد هاي المساحة لأنه مو معروف وين نهايتها، أو ما في شي تالت يعني حاصرهم كمان، فهاي المساحة اللي أنا بتهمني أوجدها خلص، مدام هاي بناخد هالمكان، هاد الأعلى فيه وهاد الأدنى ومنطلع تكامل عادي مثل ما عملنا فوق، تمام؟ هيك بنكون أوجدنا الأريا لهدول الاقترانين، تمام. هلا بدنا نأوجد الأريا لهدول الاقترانين، نفس الشي. هلا هون كون الاقتران عنا بالنسبة لمحور الإكسات يعني هون واي، والاقتران كله عنا يا إكس، فمنروح بناخده للدي إكس. أما هون عنا يا بالنسبة للإكس والاقتران كله بالنسبة للواي، فمنروح بناخده دي واي، والأريا هي تكامل، تكامل الصغير ناقص الكبير، تمام. من وين لوين نجي بنقول واي بلس 2 ايكوال واي تربيع، واي تربيع ماينس واي ماينس 2 ايكوال 0، واي ماينس 2 ضرب واي بلس 1 ايكوال 0، معناتها عنا القيم صارت بين الاثنين والماينس 1، تمام. بنحط من ماينس 1 لل 2، هلا عادي منكمل تكامل عادي، واي تربيع على 2 بلس 2y ماينس واي تكعيب على 3 من ناقص 1 لل2، كمان هو منعوض تعويض عادي بس انا حعوض مشان اتاكد انكم حتعرفوا تعوضوا بعدين. منقول ماينس 1 اول شيء منعوض ال 2، تمام. بتصير 4 على 2 بلس 4 ماينس 8 على 3 زائد ماينس هون 1 على 2.5 ناقص 2y بلس 1 على 3، تمام. هون ماينس مع 2 بتصير ماينس، وهون ناقص 1 تكعيب 1، وماينس مع ماينس ماينس بضل، ف لا ماينس مع ماينس بصير بلس. فالإشارات إنه شوي بدكم تنتبهوا لها، لأنه هون ناقص 1 تربيع بصير 1، بس هون ناقص 1 تكعيب بضل ناقص 1، فمع الناقص اللي قبله بتصير زائد، تمام. وهون بيطلع عنا الجواب النهائي 9 على 2.
تمام. ولو رسمنا الرسمة حيعطي نفس الشيء، بدها تكون رسمة الاكس تربيع هيك والاكس بلس 2 هيك، فهون حتكون مساحة محصورة. تمام، الواي بلس 2 عفوا. تمام، بهذا السؤال هو عطيني find the area of shaded region، يعني هو عطيني الرسمة تمام ومطلوب مني اوجد له المساحة. هلا الرسمة اللي عطيني اياها هو محدد المكان المظلل تمام، فعادي انا بالنسبة لي حاخده على محور الوايات تمام، لانه اصلا هو يعني الاقتران عندي بالنسبة لإكس والاقتران كله بالنسبة لواي تمام. يعني هون عنا يا اف اوف واي وهي جي اوف واي، فانا باخده بالنسبة للواي، فمنحط دي واي ومنحط الاريا ومنحط تكامل تمام. هلا تكامل مين؟ هلا بما ان احنا الرسمة عنا اياها فما في داعي احنا نشوف الكبير والصغير، اليسار ناقص اليمين تمام. فمنقول 2 y تربيع minus y. طيب نحنا لو كان عنا هدول الاقترانين مو رسمة، حنيجي نقول عدد من ناقص منه y تربيع، اكيد حيكون هاد العدد اصغر من انه y ذات نفسه. يعني نعوض مثلا، هون عنا 2، هون 2 ناقص 4 لانه 2 تربيع 4، فحيطلع جواب ماينس 2، فهذا هو الأكبر، فرجعت عنا الأصغر ناقص الأكبر كمان صحيح تمام. هي لو إنه نحن عنا الاقتران بدون رسمة. تمام، هلا منشوف شو حدود التكامل. منقول واي بتساوي 2 ناقص واي تربيع، واي ناقص 2 زائد واي تربيع بتساوي 0. منقول واي ماينس 2 واي بلس 1 ايكوال 0. صارت عنا قيم واي هي، صارت عنا قيم واي هي 2 وماينس 1 تمام. هلا صارت عنا قيم واي هي 2 وماينس 1، بس نحنا بدنا نجي نشوف الاثنين هي هي داخلة عنا بالاقتران عادي، بس الماينس 1 بتجي هون والماينس 1 ما بصير تدخل معنا بالاقتران. ليش؟ لأنه حدود الاقتران واقفة هون، هو اللي محدد لي، فأنا عندي الاقتران منتهي هون مو مكمل للماينس 1، فمنقول له هاي مرفوضة. ليش؟ لأنه خارج الرسمة، خارج حدود الرسمة تمام. طب وين انتهى الاقتران؟ عند الزيرو، فمنروح منقول له انت حدودك من الزيرو للاثنين تمام. الماينس 1 اجت هون، انا اقتراني مبلش من هون لهون، هو منتهي. لو هو مو راسم لي الرسمة نحنا بناخدها، لانه هو ما بيكون حاطط لي شروط اذا مو راسم الرسمة، بس كونه راسم الرسمة فهو حدد لي الشروط انه انا ما بدي اوصل عند ماينس 1، فصارت هاي خارج حدود الرسمة، لهيك صارت مرفوضة عادي. هلا من كامل عادي، بس نحنا لازم ننتبه لهي النقطة، انه ننتبه لحدود الرسمة مشان ما بعدين يطلع حلنا كله غلط، بس مشان حدود التكامل تمام. الاثنين صارت 2 واي، واي تربيع تساوي واي تكعيب على 2، الواي واي تربيع على 2. من الاثنين للزيرو منطلع حدوده، منطلع حدوده بيطلع الجواب النهائي 10/3 تمام. هلا عنا اخر مثال. اتوقع هذا المثال لو انتم بتوقفوا الفيديو هلا وبتحاولوا تحلوه المفروض ينحل معكم، لانه ما في شيء غريب عن اللي اخذنا، بس خلينا نحله. ويفضل انتم توقفوا تحلوه وتتابعوا بعدين تشوفوا الجواب النهائي مشان انتم تستفيدوا تمام. هلا بنعمل الاريا، كونه هو عنا يا اكس تربيع وهون يعني عنا يا بالنسبه للاكس، فناخد تكامل ومنحط اخر الشي دي اكس تمام. تمام، هون حناخده الكبير الصغير ناقص الكبير،
طبعا عدد عم نطرح منه اكس تربيع اكيد حيكون اصغر من اكس تربيع ذات نفسه، فمنقول الصغير ناقص الكبير. تمام، هذا مو نفسه، لا منطلع حدود التكامل، بس هذا 2x ماينس 2x تربيع، لانه الماينس اكس تربيع مع ماينس اكس تربيع بتصير ماينس 2x تربيع. طيب هلا بدنا نوجد حدود التكامل، حنقول له 2x ماينس x تربيع بتساوي x تربيع، 2x ماينس x تربيع ماينس x تربيع تساوي 0، 2x ماينس 2x تربيع equal 0، منطلع 2x عامل مشترك، منقول 1 ماينس x equal 0. صارت عنا القيم x هي 0 و 1، فمنقول له حدود التكامل من الزيرو للون، من الزيرو للون، من كامل عادي دي اكس. تمام، 2x هي 2x تربيع على 2 ماينس 2x تكعيب على 3 بلس سي من الصفر للواحد، فهي بتروح مع هاي بتصير x تربيع ماينس 2x تكعيب على 3 من الصفر للواحد بلس سي، بيعطي الجواب النهائي مفروض انه 3. تمام، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. كانت معكم نوران كنعان من سولفرتو.